يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: قالوا لم نكن من المصلين، استدل بها بعض أهل العلم على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيزاد. نعم، هو المسألة خلافية بين الأصوليين، هل الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وإنما يخاطبون بالإسلام أولا، الدخول في الإسلام، ثم إذا دخلوا في الإسلام يخاطبون بفروع الشريعة؟ هذا قول الجمهور. هناك من يقول مخاطبون بفروع الشريعة ولو لم يدخلوا في الإسلام، والثمرة أنهم يزاد في عذابهم يوم القيامة على الكفر، يزادون عذابا على عذاب الكفر بتركهم الفرائض وارتكابهم المحرمات. نعم.